أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أثابكم الله. قد وجد في هذا الزمان من يتعصب لأشخاص مع أن الحق خالفهم، والرجاء توجيه كيف ننصح هؤلاء الشباب جزاكم الله خيرا. ننصحهم أنهم يتعلمون أولا، ما تعصب لأحد إلا للجهل جهال، فعليهم أن يتعلموا العلم النافع ويتفقهوا في دين الله، وسيتبين لهم الحق إن شاء الله. نعم. أما ما داموا جهالا ومتعالمين هذا لا يزيدهم إلا اختلافا، ولا يزيدهم إلا نزاعا بينهم. نعم. أحسن الله إليك.